المفروض السيد الرئيس الجمهورية دخل ممنوع حد يقرب من السد العالي، واي سد يعملوه يهدوه لهم على طول يضربوا، ويدي تعليمات للسودان بهذا. والله انا شايف ان الحل اللي هو الحل الدبلوماسي، يعني احنا بقالنا كتير هم بيعلوا واحنا بنتكلم كتير ما بنفعلش. لكن الاول ايام كان عندنا ناس بتعرف تفعل الكلمه ولها قرار، ما كانتش اثيوبيا دي تقدر تتخذ قرار بمتر واحد في سد زي ده. اول حاجه نقطع علاقتنا مع الدول الافريقيه اللي هي مع افريقيا كلها، دي اول حاجه. تاني حاجه نبتدي نستعيد بقى قدراتنا احنا، ونبتدي نعمل بقى يعني خطه بحيث ان احنا برضه ما تهربش مننا مياه النيل. مياه النيل ديت من يعني دي مذكوره عندنا في القران، مياه النيل دي موجوده، النيل ده موجود، ومصر هي ام النيل. يعني هو انا مصري، يعني لو المفروض ان هي لو كانت هتعمل حاجه كانت المفروض ان هي عملته من الاول، لان هي عرفت ان اثيوبيا خدت الخطوه ان هي هتبني السد، فلو كده كانت عملت او وقفتهم مثلا او عملت عقد معاهم او اي حاجه. المفروض السودان تتدخل، اوغندا تتدخل، الدول الجنوب اللي في الجنوب دي كلها، ما هي هتبقى مضروره من سد النهضه. اشوف ان اي حل لازم نلجا له، حتى ولو نستخدم القوه، الحكايه مش لعبه، يعني ده حياتنا. يعني هو عشان الميه بتنتهي عندهم يقوم تحرمونا من الميه؟ لا، لازم الحكومه تعمل حسابها، وتعمل حسابها من دلوقتي، يعني تعمل جميع الاحتمالات وتبقى مستعده لكل حاجه. ولما يبان نيه الحبشه الحقيقيه نتصرف بقى كما يجب، انما نسكت كده لاخر ساعه. وبعدهم عاملين حسب ما انا بشوف الجرايد كل يوم عاملين يبنوا حته كده في كده، هنفاجئ يوم من الايام انهم عملوا سد واصبحنا في خبر كان يعني.